لم تتردد قوات الاحتلال في ممارسة مزيد من البشاعة والتصعيد الوحشي بحق الأسير محمد القيق الذي عنون بإضرابه المفتوح عن الطعام للشهر الرابع على التوالي مطلبه العادل بالتحرر وإنهاء اعتقاله الإداري، حيث بات الأخير أسلوبا تنتهجه قوات الاحتلال لكي الوعي الفلسطيني وإخماد وقود الشباب. وبعد توصية النيابة العسكرية للمحكمة الإسرائيلية بعدم السماح لعائلة القيق من زيارته للضغط عليه، دعت القوى الوطنية والإسلامية في اعتصامها الأسبوعي إلى موقف وطني جامع بمقاطعة محاكم الاحتلال ومحاميه. المهم في هذا الملف أن الأسير محمد القيق أوضاعه الصحية تتراجع بشكل كبير جدا، وسيتم مقاطعة المحاكم العسكرية يوم غد وبعد غد كرد من قبل كل المحامين الفلسطينيين في الضفة وفي قطاع غزة وكذلك في فلسطين عام 48 بسبب هذا التعنت الإسرائيلي في عدم الاستجابة لمطالب الأسير محمد القيق. حرب معلنة من خلال هذه الاعتقالات الجماعية، من خلال التصفيات المدنية تجري في الشوارع، من خلال إغلاق الأفق السياسي التي تقوم به هذه الحكومة الأكثر مني وتطرفا، لذلك بات مطلوب أكثر من وقت مضى هو الوصول إلى وقف كل هذا العدوان والإجرام المتواصل ضد شعبنا الفلسطيني من خلال تدخل فاعل المجتمع الدولي من الأمة العربية والإسلامية. وفيما تشهد حالة الأسير القيق الصحية تراجعا كبيرا، ما زال الأسير محمد المهر يواصل هو الآخر إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 49 على التوالي، ويرفض تلقي أي مداعمات أو علاج. وبدورهم دعا المواطنون في طول كرم إلى ضرورة التحرك من أجل إنهاء إضراب الأسيرين وانتشالهما من موت محقق يهدد حياتهما ووضع سقف زمني محدد لذلك. احنا ان شاء الله هنا صامدين لتحرير اخر اسير وتبييض السجون، وهي وقفه اسبوعيه وراح نضلنا واقفينها ان شاء الله لحد ما يصير حل جذري لهذا الموضوع. وعلى نحو اخر تشهد السجون ومنها سجن عفر اكتظاظا كبيرا اثر حاله الاعتقالات الواسعه الشبه اليوميه التي تقوم بها قوات الاحتلال في المحافظات. انتهاكات وتضييق واعتداءات تمارسها قوات الاحتلال بحق الحركة الأسيرة داخل السجون التي ما زالت صامدة ومرابطة ومطالبة بحقها العادل في التحرر. ميساء الأحمد، تلفزيون فلسطين، البيرة.